بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة والسيدات، مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام عبر NBC برو سبورتس، تحية دوري في انتظار صافرة الدولي فهد المرداسي. المزيعة ليمرر كرة لفيلانويفا، فيلانويفا كهرباء مع كايشي، كهرباء أمام المرمى، غير معقول كيف ضاعت كرة كهرباء أمام المرمى تماما. ضاعت الكرة الاتحادية الأولى، فرصة ثمينة لمحمود، ضيعها محمود وضاع الهدف الأول على الاتحاد. مع يعني واحد من الغيابات المؤثرة بالنسبة للاتحاد، هنا كرة أمامية، محاولة اتحادية وكهرباء يحاول، ركلة جزاء العميد، فرصة للاتحاد لأن يتقدم، المولد من ركلة جزاء يصوب ويسجل، هدف للعميد، المولد يتقدم للاتحاد من نقطة الجزاء ونحن مع الدقيقة 12، يسجل الاتحاد الهدف الأول ويفرح أسامة المولد ويفرح كل العشاق والمحبين. الاتحاد لابد أن يعود، الاتحاد لابد أن يعود لوضع الطبيعي، لابد أن يعود لأن يرسم البسمة والسعادة على محيا كل اتحادي عاشق، كل متعاطف مع الاتحاد. هذه كرة المولد راحت مباشرة وسجل المولد هدفه الشخصي الثالث في هذا الموسم في المباراة الثانية. يغيب عن مباراة اليوم أيضا سلطان الدعية، يغيب، هنا كرة عند فيلانويفا قوية وعكايشة، ضاعت كرة عكايشي، ضاعت كرة عكايشي، والبداية من فيلانويفا، قوية كرة فيلانويفا ولكن التصدي من مصطفى ملائكة، تصدي من ملائكة مرة، لاحظ كرة فيلانويفا قوية جدا لكن التصدي، ومرة أخرى وثالثة كانت من المدافع المرة، لكن فيلانويفا أراد أن يسجل، لديه هدفين هو الآخر هذا الموسم، لكن ضعيف الكرة من عكايشي في الارتداد، كان من الممكن أن يسجل ويعطي التفوق للعميد في الربع ساعة الأولى في شوط المباراة الأول على نهاية بطولة الدوري. منذ الجولة 16 الآن لدينا هنا كرة أمامية، محاولة خطيرة لويزانيو، جول، جول للفيصلي، لويزينيو مع روجيرو، يسجل الفيصلي كرة جميلة متبادلة بين لويزينيو وروجيريو، يصل لويزينيو ويسجل الفيصلي التعادل 1-1، 1-1، سرعة الفيصلي يعود ويسجل، لاعب الخطير لويزينيو يسجل هدفه الشخصي الخامس. لاحظ تبادل الكرة في هذه اللقطة وسوء التغطية من طارق عبد الله، والكرة تلعب مباشرة بين قدمي فواز القرني، هدف تعادل لمصلحة الفيصلي، خطير الفيصلي، يملك لاعبين على مستوى عالي، روجيريو، لويزينيو، مجرشي وسراج، الرباعي الخطير في الأمام، والويزينيو بدأ يلعب كرة عرضية، كهرباء يتقدم الآن يحاول المرور، يمرر خطيرة لفيلانويفا في مكان مناسب، فرصة عكايشي، ضاعت كرة عكايشي، ضاعت كرة العكايشي ومرت سليمة على مرمى الفيصلي، مرور ممتاز وناجح من جانب عكايشي في اللقطة الماضية لكن لم تكتمل في المرمى. لاحظ مرور في المساحة الضيقة ثم مخادعة ممتازة من جانب عكايشي، انزلق أحمد وبالتالي فقد الكرة، لاعب الذي في الموسم الماضي كان لديه كنترول ممتاز، كهرباء يحاول يمرر كرة في هذا المكان، تصويبة قوية، قوية من السماري، لكن مصطفى ملائكة يتدخل، جميلة اللعبة،
جميلة من جانب السماري، قوية وفي زاوية صعبة يصوب خالد السماري. مصطفى ملائكة يتدخل، يبعد الكرة إلى ركلة زاوية اتحادية. كهربا يمرر الكرة بينية لعكايشي على جهة نصرة، الآن عرضية من عكايشي خطيرة لبران ويفا، ضاعت ضاعت وكيف ضاعت، غير معقول. فرصة اتحادية مرة أخرى بالقدم اليسرى فيلان ويفا، كرة ذهبت ومرت سليمة على مرمى الفيصلي. لاحظ التمريرة الجميلة من جانب عكايشي، نظرة ثم تمريرة في المكان المناسب، تصويبة فيلان ويفا لم تنجح وذهبت إلى خارجها. فهد فهد يعني يتحرك ويتحرك الآن بالفعل ويلعب كرة عرضية، الله 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 على الفهد. الفهد عندما نسأل مباشرة يظهر. سألت عن فهد المولد أين أنت؟ يقول ها أنا موجود. يلعب كرة عرضية لعكايشي ويسجل الاتحاد الهدف الأول. الهدف الأول لعكايشي لكن الثاني للعميد. جميلة جميلة، المولد عرضية في المكان المناسب. الله على كرة فهد المولد، لعبها مباشرة عند أحمد العكايشي، سجل العكايشي هدف الاتحاد الثاني، هدف ثاني وهدف شخصي ثامن لأحمد العكايشي. لعب الكرة مباشرة لكن التمريرة والمجهود والتحرك. كهرباء وعكايشي في الأمام، هنا تمريرة بينية خطيرة، والله غير معقول. العكايشي يضيع هدية فيلان ويفا، يضيع هدية فيلان ويفا، غير معقول يا أحمد، كيف تضيع مثل هذه الفرصة؟ فيلان ويفا يهدي عكايشي، نعم هكذا أقول، يهديه كرة أمام المرمى. عكايشي يرفض التسجيل، يرفض التسجيل، وبالتالي تضيع فرصة ثمينة للاتحاد. الفيصلي يريد أن يجاري الاتحاد، يريد أن يتقدم إلى الأمام. لا، محمود كهربا يمرر عكايشي ثم كهربا يحاول طولها لكن ما زال معليش معليش، كان أناني، كان أناني فيها. لاحظ كم لاعب اتحادي في هذه اللقطة. كهربا مر، لو تركها لفيلان ويفا وراح كان من الممكن أن يعملها فيلان ويفا في هذه اللقطة، كانت كان من الممكن تماما من جانب الاتحاد، لكن خطأ الآن عند الويزيريو. فواز القرني يطير ويبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة زاوية فيصلوية، ركلة زاوية على يمين فواز القرني، حتى والله صعبة على التقدم عند اللاعبين يصنعون الفارق مثل روجيريو لويزينيو، خطيرة للفيصلي، الله الله الويزينيو يسجل هدف التعادل للفيصلي. الويزينيو خطير، يمر ويتلقى التمريرة في المكان المناسب، يسجل الويزينيو. أنا كنت أتحدث عن خطورة الويزينيو وروجيرينيو، لاحظ التمريرة بين الثنائي البرازيلي، دخل الويزينيو صوب وسجل. 2-2 النتيجة الآن، 2-2. الويزينيو لا يخطئ المرمى عندما يواجه مرمى الاتحاد، لا يخطئ المرمى، يسجل مرة أخرى في مرمى فواز القرني، ومن بين قدمي فواز أيضا مرة أخرى. يا فواز كم من الممكن أن يتقدم العميد مرة أخرى. الويزينيو غير معقول مرة أخرى، الله 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 على البرازيلي،
من البرازيلي للبرازيلي، والبرازيليان يمم يسجل هدف ايضا روجيريو بعد التمريرة جميلة من جانب الويزينيو. خادع الكل الويزينيو ومرر عند روجيريو، سجل الفيصل الثالث. أصبحت النتيجة 3-2 الآن. روجيريو بعدما مرر عند الويزينيو، لاحظ خادع الكل، مرر عند روجيريو، سجل روجيريو وتقدم الفيصلي للمرة الأولى. للمرة الأولى في المباراة يتقدم الفيصلي 3-2. جميل اللعبة من جانب الويزينيو، كيف مرر في هذه اللقطة عند روجيريو، خادع الكل ومرر. والبرازيليان في هذا اللقاء تبادل فيما بين باجندوحة، يتقدم يمر ويواصل يمرر عند أحمد العكاشي، يصوب، الله، جول تعادل، جول تعادل للعميد. ما يصح إلا الصحيح، قايل لكم في جول، قايل لكم في أهداف أخرى. العكايشي يعود ويسجل الثالث. جميلة من جانب باجندوح في المكان المناسب عند أحمد العكايشي، يصوب العكايشي بقدم اليسرى ويسجل. العكايشي اليوم عادل رقمه في الأهداف في الموسم الماضي، بالرغم من أن بينية ممتازة اتحادية الآن، والكرة يبحثون عن عكايشي، تقطع وتعود، خطيرة في هذا المكان، والتصويبة عند مصطفى ملائكة، عند ملائكة في المكان المناسب دائما مصطفى ملائكة. لكن هذه بالقدم اليمنى، هذه كل المعاناة في على مستوى هنا، كرة أمامية ومحاولة وطويلة، الله فيها راية، لكن لعبة جميلة. كهربا سجل من التسلل، سجل غير موفق اليوم على الإطلاق، ما في حظ، ما فيش حظ يا كهربا. حينما سجل كهربا الكرة كان فيها التسلل، نعم، على زياد المولد، سقطت أمام صوت الملعب. الآن تمريرة وصلت عند فيلانويفا، طويلة، يا سلام يا سلام يا سلام، جميلة جميلة، غير معقول، لا 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 يمكن أن تضيع مثل هذه الفرصة، غير معقول. اضرب رأسك، اضرب رأسك فيها، اضرب رأسك في دكة الاحتياط، غير معقول. عكايشي، يا سلام يا سلام على لعبة فيلانويفا، كيف لا يكون. كرة إلى الأمام، يمرر بينية ومحاولة سلطان مندش، تغطية موجودة على سلطان، ركلة جزاء للفيصلي. ركو يتقدم الآن الويزينيو والقرني، بركات السماء، بركات الدعوات، ضاعت الكرة، ارتطمت في القائم، وربما تكون عكسية على الفيصلي، ربما تكون عكسية يا الويزينيو في آخر أكو، الله الله، ضاعت على العكايشي، ضاعت على العكايشي، ومرت الكرة إلى خارج أرضية مرة أخرى، غير معقول غير معقول. فيلانويفا يلعب كرة عند عكايشي، ماذا تريد؟ فيلانويفا يلعب العرضية، خطيرة أمام المرمى، والكرة الرأسية بعيدة وإلى خارج أرضية ملعب، إلى ضربة مرمى عند مصطفى ملائكة. خلاص الوقت مر، والأربع دقائق المقدرة احتسبها هنا. كان من الممكن أن تترك لي ربيع سفياني الكرة طالة إلى جانبه، عدنان يمرر كرة طويلة وصافرة حكم المباراة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تنطلق صافرة المرداسي وتعلن نهاية شوط المباراة الثاني بالتعادل الإيجابي 3
3 بين الاتحاد والفيصلي في إطار الجولة 16 في بطولة الدوري، لأن يصبح لدى الاتحاد 23 نقطة ولدى الفيصلي 25 نقطة. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، تحيتي ولنلقاكم في مناسبات قادمة.